بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم انت تقدر، وهنكمل حلقه النهارده اللي هي بعنوان الحريه ومفهومها الصحيح. اتكلمنا عن الحريه واتكلمنا ان لازم يكون فيها نضج والحريه يكون فيها مسؤوليه، وبنكمل النهارده كمان الحلقه عن معطلات الحريه الحقيقيه. يعني الحريه دايما حاجه جميله وحاجه حلوه، بس الشيطان مش بيقعد ساكت، الشيطان دايما لازم يعطلنا. بدأنا خدمة الشيطان يعكسنا، بدأنا حاجة حلوة الشيطان يعكسنا، واحد يبتدي يتناول الشيطان يضايقه، واحد يبتدي يعترف يبتدي يجيب له خطايا قديمة ويحطها له، يسهل له طريق الخطية بحيث انه يعرقل التوبة ويبعد التوبة عنه. واحد في مرة يقول لي كده، كل ما ببتدي اتوب الاقي كل ابواب الخطية تتفتح قصادي، الخطية اللي كنت زمان بدور عليها وبجري عليها ومش لاقيها، لما اجي اتوب الاقي الخطية بتجيلي لحد عندي. ما الشيطان بيمشي باسلوب العرض والطلب، يشوفك انت عايز ايه، او انت هتبتدي التوب هتفلت من ايده، يقولك لا طب ما هاتله بقى المخزون بتاعه القديم، هاتله الحاجات اللي كان بيدور عليها وما كانش لقيها، لا ده انا هوفرها له دلوقتي، مجرد ان انا اجر رجله تاني مرة تانية للخطية هبقى انا كده استفدت وعملت اللي عليا. عشان كده الشيطان دايما يعطل الحرية، الشيطان دايما يعكسنا ان احنا نبقى احرار، الشيطان دايما عايزك واقع تحت نير الخطية، واقع تحت نير العبودية. هو ده الاسلوب اللي هو بيفكر فيه الشيطان. اكتر حاجة تعاكس الشيطان ان فلان اتحرر من ايده. احنا شفنا لما القديسة مريم القبطية ابتدت تقدم توبة وتتغير وابتدت تبقى قديسة سائحة، تفتكر الشيطان قاعد يحاربها قد ايه؟ هي عاشت في الخطية 17 سنة، قاعد الشيطان يحاربها كل يوم لمدة 17 سنة. يعني السنين الخطية كان قدامها سنين محاربات، 17 سنة كل يوم حروب بأشكال وألوان عشان يرجعها للخطية الأولى اللي هي عاشتها، وبعد 17 سنة ابتدى ربنا يديها نصرة على الشيطان وعلى الخطية. إذن الشيطان بيعكسك دايما ويحاربك دايما عشان يرجعك للعبودية مرة أخرى. أكتر حاجة تضايق الشيطان هي صورة الإنسان اللي بيرجع لها مرة تانية، صورة المسيح اللي اتخلق على صورته ومثاله. مش كده، مش عايزك تبقى على صورة الله ومثاله، هو عايز يخليك دايما عبد مقصور وشك في الارض واقع في الخطية، ملكش نفس ان انت تتناول، ملكش نفس تقدم توبة، ملكش نفس تصلي، ملكش نفس تفتح كتابك المقدس، هو عايزك دايما كده خامل تعبان مقصور ويعطلك عن الحرية. طبعا كمان احبائي الشيطان بيبتدي يحط زي ما قلنا قيود كتيرة جدا على الحرية ويعطل الحرية. من ضمن معطلات الحرية هي عبودية الخطية زي ما قلنا. بيقول في روميا بولس الرسول يقول كده، كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. يعني كنتوا زمان عبيد للخطية، دلوقتي بقيتوا إيه؟ بقيتوا عندكم حرية وتعتقتوا من الخطية اللي كانت مخلياكو عبيد، في روميا 6:17. عبودية الخطية هي أصعب عبودية، واللي احنا كتير مننا بنسقط فيها. ده مجرد انه انسان يقع في خطية معينة يبتدي الشيطان يزله بيها ويقول له مفيش غفران ليك، وازاي تعمل كده، وازاي انت خادم وبتقع في الخطية دي، ازاي انت ابن المسيح وبتقع في الخطية دي، ازاي انت الناس بتشوفك بشكل معين وانت واقع في الخطية دي، يبقى احسن لك ان انت تكمل، هو ده الطريق بتاعك، مفيش فايدة منك. كل ما تيجي تتوب ويوقعك يقولك ما شفت، مفيش فايدة، انت مش هتقدر تتحرر من الموضوع ده. في مرة واحد قال لي كده، الخطية دي انا متخيل ان لو في تحليل من ضمن تحاليل الدم هلاقي فيه جزء من الخطية موجود في التحاليل دي، يعني لو في تحليل عن الخطية جوه الدم هلاقي موجود الخطية دي، انا الخطية هي جزء من دمي، هي جزء من حياتي. ده وهم، ده مش حقيقي، بدليل الانسان لما بيتوب بيرفض كل الكلام اللي هو كان عايش فيه قبل كده وبيبقى مش عايزه تاني، ويوصل لمرحلة مش بس انه كان بيجري ورا الخطية، لا ده هو يشمئز من الخطية ويرفض الخطية ويرفض يسمع كلام عن الخطية، ويقول انا مش عايز اسمع حتى سيرتها، مش عايز اشوف الحاجة الفلانية دي بتفكرني بالايام الوحشة اللي انا عشتها. فالعبودية هي اكتر معطل لحياة التوبة واكتر معطل للحرية الحقيقية.
رقم اتنين من ضمن المعطلات اللي بتعطل الانسان هي عبودية الذات. يعني واحد شايف ذاته، بيهتم بذاته جدا، ذاته هي اهم حاجة عنده، فبالتالي دي بتعطله عن الحرية. يعني هو يقول كده لا لا، انا لو دخلت الخدمة الفلانية دي ممكن ذاتي تتجرح، فانا مش هكمل في الموضوع ده لانه في جرح لذاتي. انا لما مسكت الحاجة الفلانية دي حسيت ان انا مش موضوع اهتمام الناس، فانا كده لا انا مش مرتاح. كل حاجة تيجي ناحية ذاته هو بيختار ذاته وبيرفض اي حاجة تانية، وبالتالي هيفضل دايما متعطل، هيفضل دايما حاسس انه مش بينمو في حياته الروحية. والاباء الروحيين كانوا دايما لما يجي حد يتلمز على ايديهم اول حاجة يعملوها فيه انه ينكر ذاته. حتى المسيح كده قال إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. يبقى لازم أن أنت عشان تتحرر من الخطية أنك تنكر ذاتك. شفنا أن في فترات في الرهبنة بيبقى طالب الرهبنة كل هدف أب الروحي أنه يخليه ينكر ذاته، يحطه في اختبارات كتيرة ويحطه في وقت طويل، لأنه عارف أنه لو انتصر على ذاته هيقدر أنه هو ينتصر على كل حاجة. هي الذات دي هي المشكلة اللي تعبى كل الناس، وهي دي المعطل الأساسي كمان من ضمن معطلات الحرية الحقيقية. فخلي بالك ان انت تقدر تتحرر مش من الناس، تتحرر من ذاتك. الذات دي ليها حاجات كتيرة جدا. واحد بيدلع نفسه، واحد بيحب نفسه قوي، واحد عنده ذاته عالية قوي، ما يحبش يسمع اي كلمة من حد حتى لو الكلمة دي فيها توبيخ وهتفيده، يقولك لا انا محبش حد يقول لي كلمة تضايقني، محبش حد يبص لي بصة ممكن ما تريحنيش، محبش ادخل في مكان ما احس ان انا مش مهتمين بيا. دي حاجة صعبة جدا، دي انت ذاتك كلها انت متمحور حواليها. ده ممكن يبقى فيه بيت بيتهدم بين زوج وزوجة وتلاقي المشكلة الاساسية هي الذات. يقول لك لا انا الوضع ده مش وضعي، الكلام ده مش كلامي، انا مش مرتاح، انا مش مبسوط. ولما تيجي تدور على المشاكل تلاقي كلها حاجات هايفة، لكن الاساس هو فيها ايه؟ هو فيها الذات. يبقى انسان عبوديته هي موجودة لفين؟ لذاته. واحد عنده النرجسية، يعني على رأي كده مرة احد الاباء بيقول كده في ناس تحب دايما يبقى هو صاحب العرس، يعني هو العريس مثلا، او يكون لو في جنازة يبقى هو الميت، المهم يبقى هو محور اهتمام الناس. لو في فرح يبقى هو العريس، طب لو في جنازة يبقى هو الميت. فالحالتين الناس هتبقى ايه يعني مشدودة ليه هو، او هو محور الكلام، ودي حاجة صعبة جدا. عبودية الذات. رقم ثلاثة عبودية الخوف. في ناس وقع في عبودية الخوف، خوف وقلق من ايه بقى؟ من كل حاجة. خوف من بكرة، خوف من ظروف البلد، خوف على الاولاد، خوف على الأحفاد، خوف على الصحة، خوف على البيت، خوف على الممتلكات، خوف 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 خوف. عايش في حالة إيه؟ خوف باستمرار. مرة واحدة قالت لي أنا كل يوم أفتح الجرايد عشان أعرف الذهب وصل كام، الدولار وصل كام. اللي قلت لها طب وأنتي أخبارك عاملة إيه؟ قالت لي أنا في منتهى التعاسة. ليه في منتهى التعاسة؟ قالت لي زمان لما ما كنتش بهتم بالحاجات دي كنت عايشة اليوم بيوم وفرحانة، دلوقتي لما بقعد أهتم بالحاجات دي بقيت بقلق وبخاف جدا. يبقى إذن في عبودية الشيطان ممكن يوقعك فيها هي عبودية الخوف. وفي رومية 8:15 يقول كده إذن يا أحبائي لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذنا روح التبني. إحنا ما أخذناش روح العبودية أبدا لأن إحنا نفضل خايفين، ده إحنا أخذنا روح التبني الذي به نصرخ يا أبانا الآب. يعني أنت أخذت روح كابن، لو لما بتيجي تكلم ربنا بتقول له أبويا، يبقى دي فيها خوف. إزاي؟ في حد بيخاف من أبوه؟ لا، ده هو ابوه، ده هو كل حاجه في حياته. لما تشوف الطفل مستني اول لما ابوه يجي يسمع بس رجله على السلم يجري على الباب ويفتح الباب عايز يستقبل ابوه وياخده بالحضن ويجري عليه. اذا عبوديه الخوف هي عبوديه صعبه جدا، هي عبوديه مره جدا، وممكن تخلي الانسان خايف من كل حاجه، مرعوب من كل حاجه، قلقان من كل حاجه. يبقى اذا هيخليك الشيطان قاعد مستعبد للخوف. ده انا قريت قريب انه في امريكا وفي بلاد بره بيعملوا ان هم يقولك ايه، بيعملوا حاجة اسمها مخابئ يوم القيامة، مسمينها كده. ايه مخابئ يوم القيامة دي؟ او بيوت يوم القيامة، عبارة عن مخابئ تحت الارض محصنة ضد الضربات النووية. يعني لو حصل حرب نووية مثلا بين امريكا واي دولة تانية وحصل ضرب نووي على امريكا، هم يجروا ويستخبوا فين؟ في البيوت اللي هي تحت الارض المحصنة ضد الضربات النووية. لو حصل في
حروب في البلد دي، لو حصل فيه مجاعات، لو حصل فيه يعني فيروسات انتشرت، اي حاجة زي وباء كورونا اي حاجة، يجروا يستخبوا في الملاجئ دي، وعندهم بقى اكل يقضيهم لمدة سنة، وعندهم مية تقضيهم لمدة سنة، وعندهم حاجات متخزنة عشان يقدروا يهربوا هم واهلهم وعيلتهم فين، في المخابئ اللي تحت الارض دي. خوف، خوف من بكرة. ويقولوا ان في شركات ابتدت تشتغل على الحكاية دي جدا، وانه ابتدوا يبنوا المخابئ اللي تحت الارض دي، وكلفت كتير جدا، وبتتكلف اضعاف اضعاف البيوت العادية، لكن هم ايه، خايفين، عايشين حياة الخوف. عشان كده احبائي، عشان نقدر نمارس حياتنا الحقيقية، لازم نكون باتحادنا بالمسيح من خلال الاسرار المقدسة، ناوي من جسد المسيح ودمه، يديك قوة، يديك حرية من خلال مركزنا كبنين. اعرف انت ابن مين، انت ابن الملك اللي بيقود العالم كله، اللي الكرة الارضية في ايده، هو يقدر يعمل ايه. خلي الروح القدس هو اللي يقودك في حياتك. وعشان كده في غلاطي 5:13 يقول لا تسيروا الحرية فرصة للجسد. ما تخليش ان ربنا اعطاك حرية ان انا اعمل اللي انا عايزه. احبائي، ربنا بيحترم حريتك، ربنا بيديك ان انت تكون ابن ليه. استغل هذه الحرية في بناء نفسك، وان انت تكون ابن للمسيح لإلهنا. كل مجد وكرامة الى الابد، امين.